الصوت بالحقوق مطالبات وصامدات صامدات 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 بالحقوق مطالبات صامدات صامدات صامدون صامدون متسلمي صفاء مربي. احنا الان متواجدين امام المديريه الاقليميه من اجل الاحتجاج على الظلم والتعسف اللي طال هذه الشريحه هذه ديال المربين والمربيات، دعوه عدم حصولهم مثلا على شهادات ديال البكالوريا او السن. وحنا نندد وبشده على هذا الظلم وعلى هذا الحيف وعلى هذا الميز اللي طالنا، وكناديو من هذا المنبر كناديو صاحب الجلاله باش يتدخل ويحمينا، لانه غادي تشرد عائلات، وكنسطر على هذه الكلمه، غادي تشرد وفعلا راه عائلات تشردات بهذا الظلم هذا وبهذا الحيف. وبغينا نعرفوا من هذا المنبر كيفاش حتى تم الانتقاء ديال هاد المربيات اللي جابوا الاماكن ديال اللي جابوا الاماكن ديالنا، كيفاش الضوابط ولا المعايير باش اختاروا هاد المربيات هادي. وكنسمح كنعتذر لكم لانني مصاب شي شويه باش نقول الله يصوب وصافي هادشي اللي غادي نقول.